هذا من الافلام اللي يجيبوا الناس للقاعات السينمائيه، وكاينين افلام اللي كتنفر الناس من القاعات السينمائيه لا داعيه لذكرها، وسمح الله اللي كيخرجوها واللي كيمثلوا فيها واللي كينتجوها. ماشي غير هو، كاين دابا واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الافلام تاع الخمسه ديال الافلام اللي ولاو كيردوا لنا الجمهور للقاعات السينمائيه، وكنتمنى الناس يمشيوا على هذا النسق. عندنا جمهور محافظ، عندنا جمهور مغربي متذوق، تعرف الصورة ديال العالم، تعرف الأفلام ديال العالم كاملين، تعرف الفن كله ديال العالم، الإيطالي، الأمريكي، الفرنسي، المصري، اللبناني، السوري، البرازيلي، المكسيكي، الهندي، التركي، كل شيء عنده ثقافة الصورة، وكيبغي يشوف الفن ديالو في نفس المستوى أو أرقى، ما خصوش يشوف دون هذا المستوى، وهذا الطلب ديالنا حنا كجمهور. ماشي كفنان، حيت ملي ما كنخدمش تنولي متفرج، والانتاجات اللي كتنتج منها الافلام ديالنا المغاربه راه فلوس الضرائب ديالنا المغاربه، والجمهور تيخلصك وفرجو. شكرا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.